السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لكي نستمر إن شاء الله. شكرا لكل من يدعمنا بالإعجاب بالفيديو قبل المشاهدة. فيديو اليوم او موضوع اليوم على التلفزيون ام جي اس 555 سمارت، سوف نستعملها في الاضاءة، يمكن ان نستعملها عندما نشتغل، يمكن ان نقوم بعلقها وتقوم باضاءة لنا مكان الذي سوف نشتغل فيه، ويمكن ايضا ان نستعملها في اضاءة عندما نقوم ب الفيديو او الصور. شاشة كبيرة 55، هذا غطاء خاص بها، هنا توجد الليدات خاصة بالاضاءة، وهنا وضعت الشاشة المكسورة 55 بوصة سمارت، الآن الإضاءة واضحة جدا. سوف أقوم بقطع الكهرباء عليها، وسوف تلاحظون الفرق بما أن موجودة لمبة شغالة، لكن الإضاءة ضعيفة. سوف أقوم بتشغيلها مرة أخرى ونرى. كما تلاحظون ها هي الآن، يمكن أن نستعمل هذه الليدات الخاصة بالشاشة ونقوم بتثبيتها في السقف بشيء ما، وتعطينا الإضاءة على المكان الذي سوف نشتغل فيه، يعني الطبلة أو البيرو، ويمكن أيضا أن نستعملها في إضاءة الإضاءة عندما نريد أن نقوم بالفيديوهات أو نقوم بالتصوير. إضاءة ممتازة، يعني أريد أن أشارك معكم هذه الفكرة بما أنها يعني معروفة منذ مدة، هناك من يستعملها، ولكن الآن أستعمل أنا شاشة كبيرة 55 بوصة تكفي، سوف تعطي إضاءة قوية. سوف أقوم الآن بوضع الشاشة أو يعني الليدات، سوف أقوم بوضعها على هذا الشكل، ويمكن يعني من يريد أن يستعمل مثل هذه الشاشة صغيرة أو كبيرة، يعني إذا لديه مكان صغير يمكن أن يثبتها على هذا الشكل، إذا لديه يعني محل كبير يعني يبحث عن طريقة لكي يقوم بتثبيتها. الآن تم تثبيتها، سوف أقوم بتوصيلها بالكهرباء. الآن سوف أقوم بتشغيل يعني الإضاءة، ها هي يعني كما تلاحظون يعني الإضاءة يعني ممتازة، يمكن أن نشتغل تحت هذه الإضاءة بكل أريحية. الآن سوف أترككم على طريقة تشغيل هذه الشاشة إن شاء الله. الآن قمت يعني بتركيبها على هذا الشكل، وضعتها في هذا المكان، هي لمبة حمراء يعني في الأسفل تحت تحت هذه الليدات يعني الشاشة. سوف أشتغل يعني سوف أقوم بتشغيل الإضاءة، هاهي اللمبة شغالة هنا، هاهي الآن خضراء، يعني الإضاءة واعرة أو إضاءة ممتازة، يعني يمكن أن نشتغل بكل أريحية. سوف أريكم الإضاءة، هي قمت بوضع الشاشة على هذا الشكل، يعني الآن يمكن أن نشتغل يعني بكل أريحية، يعني تضيء جيدا. كما تلاحظون يعني تظهر الأرقام جيدا،
الأضواء على هذا الشكل هي الإضاءة. هذا كل شيء، أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.